يا ترى كيف اجى ديب لهون؟ هو كان لازم يكون موجود بالحبس بهذا الوقت. استاذ انتبه، وقف عندك شوي. أمي، أنت منيحة؟ إيه ابني، هو اشتراك بالمصاري، وممكن إذا هو دفع لك شوية مصاري زيادة أنت ممكن إنه تقتلني بكل بساطة، بس أنا ما رح أسمح إنه يصير هذا الشيء، ورح أقتلك هلأ بإيدي وارتاح منك قبل ما يصير شيء. على فكرة أنا ماني مضطر أبداً أقول لأي حدا وقت بكون بدي أقتلك يا تارا. أنا إذا كان بدي رح أقتلك فوراً وهالقرار بيكفي، بس أنا ما بدي أعمل هذا الشيء أبداً. أنا بدي إياك تضلي جنبي وبدي أقضي بقية حياتي معك. يكون بعلمك ما في جواتي مشاعر لنيترا أبداً، وهذا الشيء اللي عم أعمله من شان مستقبلنا مع بعض. بس أنت ما عم تفهمي هذا الشيء أبداً. قديش لازم فهمك؟ عم تلعبي علي ما؟ أي ماشي، أنت ما بدك أبداً أنه أتزوج أنا ونيترا، ما هيك؟ معناها عملي جهدك وكل اللي فيك عليه لحتى تمنعي هالزواج، وإذا نجحتي بهذا الشيء بوقت بوعدك أنت يلي رح تكوني مرتي مو نيترا، وأنا أكيد رح أتزوجك أنت. وإذا فشلتي بهالشيء وما قدرتي تنفذي اللي قلتلك عليه بالضبط، رح تطلعي من حياتي للأبد ومن دون رجعة. هاي هي بطاقة العرس خديقة، موعد عرسي ب 22 آذار، معك 3 أيام بس لحتى تنفذي. لازم تعملي كل شي بتقدري عليه. لسه لهلأ اسم البنت فاضي وما كتبته على البطاقة. خلينا نشوف لكان اسم مين بيناتكم رح ينكتب. اسمك ولا بكتب اسم نيترا؟ إذا بدك الصراحة، أنا لعبت معك هيك ألعاب من قبل، خليهم يزيدوا وحدة. إذا هيك القصة اتفقنا. شكراً أنك أنقذتي حياتي يا نيترا. أنا كنت كتير معصب لدرجة ما كانت بتهمني حياتي بلحظتها. أنا آسفة كتير أستاذ إني فهمتك غلط بوقتها، بس الظاهر إنه كان في حدا عم يلعب لعبة وسخة معي حتى يشوش لي عقلي ويحرضني ضدك بهالطريقة. وهالشي أستاذ أنا متأكدة إنه منشغل هداك الرجال، هو أكيد أزهل أبي لحتى يتهمك أنت بهالشي، وهيك بيقدر يحقق الشي اللي بده إياه. ما حدا بيعرف مين ممكن يكون عدوي. أنت لا تخافي أبدا، لأنه مين ما كان أنا رح أقدر أعرفه. مني وما بعرف لوين أخدوه، خطفوه لسانجو وما بعرف شو اللي رح يعملوا فيه هلا. استاذ لازم روح هلا. على مهلك. لوين رايحة؟ أنتي متوترة، قلي لي شو صاير معك. يا أمي أنا طالعة. اطلعي للأبد، اطلعي من حياة هالشخص اللي قدامك، وأوعك ترجعي تتعاملي معه. مين اللي عم يحكي؟ أختي، أختي هن رح يقتلوني أنا كمان. سانجو أنا رح أجي فورا. إذا كان بدك تنقذي حياة أخوك من الموت، معناها اطلعي من حياته لديب، وإلا هالولد المسكين رح يموت وما بقى رح تشوفيه. واسمعي، إذا بتخبري لديب أي شي عن هذا الموضوع بتكوني السبب بقتله. شو صاير مع مين كنتي عم تحكي؟ عم بسألك يا نيترا، جاوبيني شو اللي صاير؟ أنا لازم روح. لا أستاذ. لا استني، يلا قليلي شو القصة. أستاذ اترك لي إيدي، لازم روح هلا. عم قلك احكي لي شو صاير، وإلا ما رح أتركك، فهماني؟ أستاذ إذا ما رحت هلا ما بعرف شو ممكن يصير لأخي. لا أخوكي
شو صاير مع أخوك؟ نيترا احكي لي، بقدر ساعدك تطلعي فيه؟ احكي نيترا. أستاذ أنا عم بدك تركني روح. نيترا أستاذ، أستاذ أنا أسفة ما بقدر أقول لك شي هلا، وانسى كل شي سمعته مني. نيترا 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 واقفة عندك. شو لوين رايحة؟ القصة إنه ما بيصير تتركي حفلة الحنة هيك بنصها وببساطة تروحي. لازم تحطي حنة. تعي. لا مدام، أنا كتير مستعجلة، صاير مشكلة مع أهلي ولازم روح فورا. مشاكل عائلية؟ كل يوم والتاني عم بيصير مشاكل بعيلتكم، مو صح حكي؟ عادي، روحي بسرعة، روحي ولا بقى ترجعي لهون. يلا روحي بسرعة من هالبيت ولا بقى تفكري ترجعي حياة حبيبي ديب، وإلا رح تخسريها لحياتك. أوه حبيبي الغالي، لوين رايح؟ حبيبي حفلة الحنة لسه ما خلصت لهلأ، حابب تشارك معنا؟ أوه لا بقى تمثلي علي، بعرف منيح انك ورا كل هذا الشيء اللي عم يصير. انا ما بعرف شو قصدك، بس اللي بعرفه من زمان انا عم بركض وراك ورح تشوف هذا الشيء عن قريب. ما بقى رح تقدر تشوف شيء تاني غيري، مثل ما انا ما بقدر شوف بعيوني حدا تاني غيرك. ايه بس عم اهلك دقيقه، في شيء غلط. عرسنا رح يكون بعد يومين، مثل ما بتقول التقاليد عنا. انت رح تجيب موكب العرس ولا انا بجيبه؟ يا قدير، شو اللي عم بيصير مع عائلتي؟ شو هن الخطايا اللي عاملينها لنتعاقب؟ مثل ما قالوا لي الخاطفين، انت استاذ شو اللي عم تعمله هون؟ ما لازم تكون هون يا استاذ، يلا روح بسرعه من هون. استاذ بترجاك استاذ تروح من هون، استاذ بترجاك تبعد عني، ليش ما عم تفهم انك عم تزيد مشاكلي علي؟ ما رح روح من هون. قليلي بالاول شو صاير نيترا، انا ما بقدر اشوفك بهيك وضع. صدقيني أنا رح جن، قليلي شو صاير معك؟ أنا اللي رح جن يا أستاذ، كل المشاكل والمصايب فاتت على حياتنا من يوم اللي تعرفت فيه عليك وصار وجودك ضروري بحياتي. بالأول خسرت شغلي بسببك، وبعدين في حدا أجا وسرق كل المصاري مني، في حدا هاجم أبي ودخل بغيبوبة وما بعرف إمتى رح يفيه، وهلأ صار لازم أشتغل كتير وكون مثل العبدة عندك حتى أقدر ساعد أهلي بالديون اللي علينا. وهلأ أخي سانجون خطف بس بسببك لحالك. الخاطف قال لي اطلع برا المدينة، كمان قال لي ضل بعيدة عن حياتك وما بقى أشتغل معك. تعرف شو حاسة؟ حاسة إنك مثل العاصفة اللي جابت كل المصايب وعم تمحي كل شيء كان حلو مرق بحياتي من قبل. اسمعني منيح، قال لي ليش ممكن يجي حدا يخطف لي أخي ويقلي بعيد عن حياتك؟ ما عم بقدر أفكر بشي، ما عم بقدر أفكر بأي شيء. معك كل الحق يا نيترا، أنا المسؤول عن اللي صار معك. ومتأكد أنه أخوك انخطف بسببي أنا. اللي أنت شو بتقصد؟
انت تعرف مين الشخص اللي خطفه لأخي اليوم؟ ما كنت مفكرها ممكن تنزل لهيك مستوى. مين؟ عن مين عم تحكي انت؟ تارا، هي السبب ورا كل شيء عم يصير بحياتك. تارا، بس ليش لتعمل هيك؟ لأنها بتغار منك كتير. بس ليش حتى تغار مني؟ أنا شو عملت لها؟ أنتي ما عملتي لها أي شيء، هي عم تغار منك لأني صرت معجب فيك كتير. أنا بلشت حبك، بحبك كتير يعني يترى بحبك. بحبك. التمثيل اللي عملته ممتاز، صعب يكون الواحد ممثل، بس أنا صرت خبير كتير بهي الأمور. وبرافو عليك يا ديب، بحركة واحدة قدرت تبعدها لتارا كتير عن المنصة، وكمان قدرت تقرب نيترا على المنصة بشكل أكبر. هالشي بيكون اسمه ضرب عصفورين بحجر واحد. هلأ بعد كل اللي صار جوا، نيترا رح تيجي تركض وراي بعد 5 ثواني. 1 2 3 4. استاذ، وهلا يا ديب صار الوقت المناسب لحتى تعلق العصفور بالشبك اكثر ما كان عالق فيه من قبل. انتي بدك نتزوج يا تارا مو هيك؟ معناها انا جاهز لحتى نتزوج. هلا فينا نتزوج، بس لازم تبطلي لجنونك هاد. زواج شو؟ اذا بدك انه نحن نتزوج كمان، معناها شو عم تعمل هالبنت هون؟ ديب سالتك، قلي شو عم تعمل نيترا هون؟ نيترا؟ عن جد هون نيترا؟ شو قلتي؟ نيترا؟ لا تخافي ابدا، أنا ما رح اسمح يصير أي شيء يأذي لأخوكي، ولو شو ما عملت لا تخافي، أنا رح أكون معك. صدقيني رح صلح كل شيء. بس كون متأكد إني رح أقتلها قبل يا ديب. لأنه ما بقبل يكون في بنت غيري تمسك لك إيدك أو حتى ترافقك بحياتك. اليوم هالبنت رح تموت وتختفي من حياتك. تارا تارا بكفي. ما رح سامحك أبدا، رح أقتلك بإيدي هدول. تارا تارا قليلي، أنت بدك تكون معك مو هيك؟ وهلا انا مستعد انه نتزوج، بس اتركي اخوها لنيترا، خليه يرجع معها على البيت ولا تعاقبيه بسببي انا. يعني اخي معي انا هلا رح اقتلك انت واخوكي وكل عائلتك كمان، رح اقتلكم ورح امحي اي اثر لعائله شارما من الوجود. سمعتي؟ سمعتي شو عم بحكي؟ اهدي ديب، اهدي. انت مين فكر حالك؟ انا ما رح ارحمك ابدا، قلت لك من قبل تبعدي عن ديب. انا هلا بدي اقتلك وارتاح منك. بس خلاص بكفي، قولي لي انا شو عملت لك. تارا قولي لي انا شو عملت لك. تارا اتركيها كرمالي. تارا اتركيها خلص. ما رح اتركك. لا تارا خلص عم اقول لك.
الشي اللي كان بدي أقول لك إياه يا ترى إنك رح تقتلي لأخوها لنيترا، بس لازم تنطري شوي، وكمان أنت رح تقتليها. نيترا 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 أنت نيترا أنت منيحة؟ لا تخافي أنت بخير؟ لا تاكلي هم، طلعي لفوق وانتظريني بمكتبي، أنا هلأ رح روح جيب أخوك من سجن تارا. طلعي هلأ. لا أستاذ أنا ما فيني روح. أنا آسف على كل شي صار معك بسببي، بس وثقي فيي، أنا عم أطلب منك تطلعي تنطريني بس شوي فوق. حاضر. ها خلص رح جيبه. خلص أستاذ ما في أي مشاكل، أكيد هو ما رح يعرف أن الشخص اللي عم ينقذه هو نفسه اللي خطفه. دكتور اللي دكتور في عصفورة خبرتني شي كتير مهم، انه انت اللي حطيته لأبوها لنيترا موهان شارما بهي الغيبوبة عن قصده، صارت حياته مثل الميت، بس هلأ بدي اياه يفيق من الغيبوبة وبسرعة، وهالشي طبعا بمساعدتك حتى يقدر يجي لهون ويقول قدام العالم كله من هو الشخص اللي هاجمه، وانه انت عملت كل هالشي بالمشفى بأوامر من السيد ديب، وهلأ شايفني واقفة قدامك هون مثل الموت المؤكد، وأكيد ما في أي مهرب مني. بدك تقلي من مين بتخاف أكثر؟ ديب راج سينغ مصدر خوفك؟ ولا أنا تارا رايتشاند؟ خليني روح بترجاكي، أنا ما عملت أي شيء. اختي سانجو اختي أنت منيح؟ أخي أنت منيح؟ قلي ما صار لك شي مو هيك؟ ومن هلأ كل شي رح يكون منيح، أنت ما رح يصير لك شي، رح تكون منيح. شيرا روح وصلهم، عمتي ناطرتهم يرجعوا. حاضر. روح معه رح جيب شنطتي وإجي. شكراً إلك، اللي حكيته قبل قلته لأني مزعوجة، كنت مشوشة، فكرت إنك السبب الوحيد لكل المشاكل اللي صارت، وهلأ بدي أطلب منك تسامحني. لا أنت ما غلطتي أبداً، حتى كل الحق علي أنا، ما بعرف كيف كون مبسوط ولا بعرف خلي حدا مبسوط. أنت شو اللي عم تحكي؟ أنسي هالشي نيترا، وكمان تأكدي ما كان بدي يصير معك مشاكل. أنت ورجيتيني إنه أهلك صار معهم هالمشاكل من اليوم اللي شفتيني فيه وأنا دخلت على حياتكم. لا أستاذ صدقني أنا ما كان بترجاكي يا نيترا، أنا ما بقدر شوفك بهيك وضع. يلا روحي من هون. أقنعت لتارا أنه تترك أخوك بصعوبة، وكمان بكل الأحوال بعد يومين كل شي صار هلأ وعم حسه رح ينتهي بعد ما اتزوج انا وتارا. روحي.
بالانتظار والصبر رح يصير مثل ما بدي. رح أحاول أشتغل على حالي كتير وأكيد كل شي رح يكون منيح. روحي يا نيترا وارتاحي اليوم. صدقيني بكرة رح يكون أصعب يوم بيمر عليك بحياتك، لأنه بكرة هو اليوم اللي رح توافقي فيه على زواجنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.